بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة كما بدأنا
قوم احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع